تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة، ورحلة مع أبرز العناوين المحلية والعربية والعالمية. وبالتأكيد فأن الجانب المحلي ما زال مسيطر على أخباره نبأ وفاة لاعب المنتخب الوطني حيدر عبد الرزاق، كما سنسلط الضوء على أخبار آسيا تحت 23 عاما والمقامة في أوزباكستان. ونبدأ أولى جولتنا في هذا اليوم في الصحافة المحلية، ونبدأها بصحيفة الزوراء التي عنونت التالي: الأوساط الرياضية تنعى رحيل اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق. علق: حققنا إنجازا مهما في بطولة العالم بالمواي تاي. وسام ذهبي لدراجات العراق في سباق الجائزة الكبرى بإيران. ومنتخبنا النسوي لرفع الأثقال يواصل تحضيراته لدورة التضامن الإسلامي. النجف يفقد نقطتين ثمينتين أمام الكرخ في الدوري. ومنتخبنا النسوي لكرة الصالات يتغلب وديا على فريق ليك بيرتر الإيراني. وإدارة الزوراء لن نقبل إلا بكأس لتعويض فقدان لقب الدوري. وننتقل الآن إلى صحيفة المدى لنشاهد أبرز ما عنونت: 5 مهاجمين يسقطون المدافع حيدر عبد الرزاق، والحكومة مطالبة بكشف التسلل. ومقال تحت عنوان دعم الوزارة للأندية الأهلية للأستاذ أحمد عباس. وننتقل إلى صحيفة الزمان لنطالع أبرز ما عنونت: الأولمبي يعادل أستراليا والأردن تهزم الكويت في نهائيات آسيا. انطلاق رحلة السلام والمحبة لدعم استضافة خليجي 25 في البصرة. الشريعة: مباريات الافتتاح صعبة وكنا الأقرب للفوز. منتخب العراق للمويتاي يحصد 5 أوسمة عالمية. و5 عادات لتناول الطعام يجب تجنبها بعد التمرين. ووفاة لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق. وننتقل إلى صحيفة الصباح لنطالع أبرز ما عنونت: اليوم وطني الصالات يواجه فلسطين، وقفة حداد للأولمبي على روح حيدر عبد الرزاق. ياري تصف لاعباتنا بالشجاعة والقدرة على التطور، والزوراء يكثف استعداداته لملاقاة نفط الوسط. ونطالع أيضا في صحيفة الصباح التالي: الأولمبي يواصل تحضيراته لمباراة الكويت، واختتام بطولة محافظة كربلاء لبناء الأجسام. وخبرا تحت عنوان وداعا حيدر عبد الرزاق. ويد العراق يشرع بتدريباته استعدادا لبطولة التضامن الإسلامي. وجاء أيضا في صحيفة الصباح التالي: فرنسا تبحث عن التعويض أمام كرواتيا. وقطار شفيونتيكا السريع هل يتوقف في ويمبلدون؟ وتيتي سيليساو لا يعتمد على لاعب واحد. وماني فكرة مغادرة ليفربول كانت مصحة. اليونايتد مهتم بالتعاقد مع إريكس. وننتقل الآن إلى صحيفة الدستور لنشاهد ونطالع أبرز ما عنونت: الأولمبي والبحث عن الفوز، ومدرسة عمو بابا تطالب بالدعم والاهتمام. النفط يهزم العندليب وسوكوب أضعنا الفوز. إدارة الطلبة لابد من إنصافنا، ورحيم الطب الرياضي يحتاج إلى تأهيل. انضباط الكرة تغرم نادي نفط البصرة. وقوقية قدمنا مباراة جميلة. الديوانية يتخطى نوروز واستقبال رسمي لأبطال المواي تاي. انطلاق رحلة السلام دعما لخليجي 25، ووطني الصالات يتعادل مع الكويت. ونشرت في الأخبار المحلية خبرا تحت عنوان سوكوب كنا الأقرب للفوز. أما عربيا فقد عنونت فيليب وداود يدعمان الرمثا، وكارفاخال ينضم لقادة ريال مدريد.
وجاء أيضا في صحيفة الدستور التالي: الديوانية يحيي الآمال والنفط يهز العندليب في عقر داره. السنية يحرز بطولة الديوانية للقوة البدنية. ومدرسة عمو بابا تناشد بالدعم والأموال. منتخب المويتاي يحصد 5 أوسمة في بطولة العالم. ووزير الشباب يبارك إنجازات أبطال المويتاي في بطولة العالم. اتحاد الكرة يعزي الوسط الرياضي لرحيل حيدر عبد الرزاق. ومنتخبنا الأولمبي يضيع الفوز أمام أستراليا. سلة فلسطين تعبر الكويت وتصعد للدور الثاني من تصفيات آسيا. وفي بطولة غرب آسيا وطن الصالات يتعادل مع نظيره الكويتي. إدارة الطلبة تطالب المسابقات بتغيير مواعيد مباريات فريقها. والانضباط تصدر قرارات بحق فريق شباب نفط البصرة. الزاملي يدعو للنهوض بالواقع الرياضي. ونذهب الآن إلى صحيفة الصباح الجديد لنشاهد ونطالع أبرز ما عنونت. وفد المنتخب الأولمبي يطالب بتنظيم وقفة حداد في لقاء الغد أمام الكويت. ومقال الأستاذ حسين الشمري تحت عنوان: جدلية اللاعب المغترب ونظيره المحلي. منتخبنا النسوي لرفع الأثقال واصل إعداده لبطولة التضامن الإسلامي. وحسين علي عاكش يطمح في التتويج بألقاب كرة الطاولة. وجاء أيضا في صحيفة الصباح الجديد التالي: ماني التاريخي يقود السنغال لفوز مستحق على بنين. وفودون يغيب عن مواجهتي المجر وألمانيا لإصابته بكوفيد-19. الاتحاد المصري يكرم محمد صلاح. وجيفيونتيك تنهي مغامرة غوف وتحصد لقب رولان جاروس. ونذهب إلى صحيفة الحقيقة لنشاهد أبرز ما عنونت. الأولمبي العراقي يتعادل مجدداً في نهائيات كأس آسيا بكرة القدم. وفي إنجاز غير مسبوق 5 أوسمة للعراق في بطولة العالم بالمواي تاي. الاتحاد العراقي ينعي وفاة حيدر عبد الرزاق. ووطن الصالات يعادل الكويت ويلاقي فلسطين اليوم. مدرب منتخبنا الوطني: مباريات الافتتاح صعبة وكنا الأقرب للفوز. وجاء أيضا في صحيفة الحقيقة التالي: رئيس مرسيدس عدم تنظيم سباق موناكو سيكون مؤسفا. وبرشلونة يرفض الاستسلام أمام مطالب بايرن ميونخ. كيميتش غاضبا: التعادل مع إيطاليا ليس كافيا. حدث نادر ينتظر ثلاثي التنس الكبير لأول مرة منذ 19 عاما. وهزيمة موجعة لإنجلترا في مستهل مشواره بدور الأمم. أما مقال اليوم فهو لأمين سر اتحاد الكرة السابق أحمد عباس بعنوان: الوزارة ودعم الأندية الأهلية، والصادر عن صحيفة المدى. لنشاهد. تمر خلال هذا الشهر الذكرى الثانية لرحيل أبرز لاعبي المنتخب الوطني ونجم نجومه، اللاعب الدولي السابق أحمد راضي الذي رحل عام 2020 إثر مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا اللعين. وإذ ودعت الجماهير الرياضية هذا النجم الذي لطالما تغنت تلك الجماهير بلمساته الكروية المميزة من خلال تمثيله للمنتخبات الوطنية ولا سيما المنتخب الوطني، إبان مشاركاته منذ فترة الثمانينيات وما تبعها، إضافة إلى أنه رسخ اسمه وبصمته البارزة بكونه اللاعب العراقي الوحيد الذي سجل هدفا مونديالياً من خلال تسجيله بشباك المنتخب البلجيكي في مونديال عام 1986، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن المنتخب البلجيكي كان من ضمن المنتخبات الأربعة الأولى في مونديال المكسيك. وقد حظي أحمد راضي بالكثير من التكريمات والإشادة التي ترجمها محبوه إلى عدة أنشطة وفعالية، أبرزها إقامة تمثال للاعب في لفتة مهمة أعادت للأذهان تمثال اللاعب العراقي القدير جمولي،
والذي انتصب أمام ملعب الكشافة ليكون شاهدا للأجيال عما حققه النجم الذي مثل المنتخب العراقي في فترة الستينيات. فكرة إقامة تمثال لتقليد اللاعب أحمد راضي كانت فكرة مهمة أبرزتها مبادرات أخرى تكريمية، فعلى سبيل المثال كان قبر المدرب العراقي المعروف عمو بابا أحد الشواخص التي تجذب محبي الرياضة العراقية وجماهيرها إلى ما تمثله تلك الأنشطة من تخليد لاسم القامات الرياضية العراقية وما قدمته على مستوى مسيرة حياتها في الملاعب الرياضية. وننتقل الآن إلى أخبار السوشيال ميديا وبعض مواقع الأندية الرسمية، ونبدأها بموقع قناة الرابعة الرياضية لنشاهد ما نشرت. الفيفا يعزي بوفاة الراحل حيدر عبد الرزاق. أما صحيفة أس الأسبانية فقد نشرت مقتل اللاعب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق. والأولمبي يطالب بارتداء شارات سوداء. فتح وفد المنتخب الأولمبي اللجنة المنظمة لبطولة آسيا دون 23 عاماً من أجل تنظيم وقفة حداد على روح اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق الذي وافته المنية اليوم الأحد. وقال عضو الاتحاد مشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي: ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، داعياً من الباري عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأضاف: فتحنا الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة لإقامة وقفة حداد على روح لاعب سبق أن خدم المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، وبينا بانتظار استحصال الموافقة الرسمية من قبل اللجنة المنظمة من أجل المباشرة بالتفاصيل كافة المرتبطة بتأبين الراحل حيدر عبد الرزاق. واختتم عريبي حديثه قائلا: العمل على وقفة حداد للراحل حيدر عبد الرزاق أقل ما يمكن تقديمه للاعب أفنى سنين حياته لخدمة الكرة العراقية. وطني الصالات يرتدي الشارات السوداء. وطني الصالات يرتدي الشارة السوداء مع وقفة حداد على روح المرحوم حيدر عبد الرزاق. سيرتدي لاعبو منتخبنا لكرة الصالات الشارة السوداء مع الوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم لاعب منتخبنا الوطني السابق حيدر عبد الرزاق في مباراتهم أمام المنتخب الفلسطيني يوم غد الاثنين لحساب الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا المقامة منافساتها حاليا في دولة الكويت. وننتقل الآن إلى موقع المحترفين لنشاهد ما نشر. المهاجم الأسترالي ألوكول: هدفي على العراق كان عاديا وتقييمي له 5/10، مرر لي نفس الكرة وسأفعلها مجددا. ونأخذ خبرا عن الدوري العراقي الممتاز. إبراهيم بايش: أوعد الجمهور بأن القوة الجوية لن يخرج من دون ألقاب هذا الموسم، ولقب الكأس سيكون من نصيبنا على حساب الزوراء. ونذهب إلى مجلة الكرة العراقية لنشاهد أبرز ما نشرت. علي فائز يقترب من التوقيع مع نادي الزوراء لمدة موسم واحد ليدافع عن ألوان النوارس. وننتقل إلى موقع الزوراء الرسمي لنشاهد ما نشر. الفريق يبدأ التحضير لمواجهة نفط الوسط الأربعاء في الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز. وننتقل إلى شبكة الكرة العراقية لنشاهد ما نشر. أحمد الموسوي: سنعمل ممر شرفي لبطل الدوري فريق الشرطة، وسنقدم لهم الورود لحصولهم على درع الدوري قبل نهاية الدوري بسبعة أدوار. أما عن موقع نادي الكرخ فقد نشر التالي: حسن أحمد يدين نفسه بتوضيح ركيك. عاد فارس التصريحات المثيرة للجدل حسن أحمد بعد كل مباراة يخرج منها بنتيجة غير مرضية.
ليطلق تصريحا جديدا فيه من المغالطات والركات وأكدان ارتباكه المستمر. ونؤكد له أن الإعلامي الذي تردد في جميع رسائلك المبعوثة بعد تصريحاتك هو بالأساس ليس عضوا في المكتب الإعلامي للنادي، وأنت تعي بذلك جيدا يوم كنت مدربا في النادي وسبق لك، وأن استفهمت من كاتب السطور وأكدنا لك بأن الشخص المعني هو ليس عضوا في المكتب الإعلامي وهو صديق مقرب لك أكثر من قربه للنادي. تصريحاتك التي أطلقتها بعد المباراة لن تهز العلاقة المتينة التي تربط الكرخ بإدارة النجف ومكتبها الإعلامي والقناة التي صرحت لها واللاعبين وجمهورهم الطيب، بل ستزيد من أواصر التعاون بين الطرفين. الدكتور عبد الكريم ناعم أكبر من أن يكون مراسلا لتفاهات هي من وحي خيالك وشكوكك المزمنة بجميع من حولك، والدكتور لم يبلغ نادي أو رئيسه برسالتك، ولو كنت حريصا بالفعل لاتصلت برئيس النادي مباشرة، وتوضيحك لن يثنينا عن المطالبة بحق النادي الذي أوقعت عليه وعلى رأسه الضرر أثر الضجة التي افتعلتها بعد مباراة وصلت لبر الأمان. وننتقل الآن إلى موقع معرض السلة لنشاهد أبرز ما نشر. منتخبنا الوطني ثانيا في المجموعة بخسارة وفوز ليتأهل برفقة فلسطين والكويت للمرحلة الثانية من الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى التصفيات النهائية لبطولة آسيا، حيث أن الفريق قسم على مجموعتين غربية وشرقية، ويقع منتخبنا في المجموعة الغربية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والكويت وفلسطين وسلطنة عمان، وتتأهل 4 فرق من كل مجموعة. ونذهب إلى اتحاد المواي تاي لنشاهد ما نشر. يتقدم الاتحاد بجميع ملاكاته بالشكر والتقدير والعرفان الجميل إلى معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، وإلى السيد معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي، وإلى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي، وإلى مدير عام شرطة النجدة العميس صباح عبد الحسن، وإلى الأخوة الإعلاميين الكرام، حيث استقبلوا وفد منتخبنا الوطني بحفاوة تليق بالأبطال في مطار بغداد الدولي بعد أن زينت صدورهم ب5 أوسمة ببطولة العالم التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي. والآن نشاهد فيديو لبطولة المواي تاي وعن المباراة وأيضا لحظات التتويج. وننتقل الآن إلى الصحافة العربية وفيها أيضا استعدادات بعض المنتخبات للمباريات الحاسمة في بطولة آسيا تحت 23 عاما والمقامة في أوزباكستان، وكذلك أخبارا منوعة، كل هذا لكن بعد الفاصل.
أتوقع النتائج. نحلل المباريات، نشخص الأخطاء، نقترح الحلول. تابعونا في الاستوديو التحليلي لمباريات كأس آسيا تحت 23 عام. هذه عودة لكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ جولتنا بالصحافة العربية بصحيفة الراية القطرية لنشاهد أبرز ما عنونت. أغلق ملف الخسارة الثقيلة أمام أوزبكستان ويتمسك بفرصة الصعود. العنابي الأولمبي يتحفز للمواجهة الآسيوية، ومنتخبنا يضع آخر اللمسات لتركمانستان اليوم على ملعب بونيدوكور. يأمل المنتخب القطري في تدارك موقفه ببطولة آسيا الأولمبية بعد خسارته الثقيلة أمام أوزبكستان بالسداسية، حيث يحتاج إلى فوز وخسارة إيران من أجل التأهل، والأهم من ذلك هو تحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن خطف بطاقة التأهل من عدمها. لنستمع. أغلق منتخب قطر الأولمبي ملف الخسارة الثقيلة بالسداسية النظيفة أمام أوزبكستان المضيف في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس آسيا تحت 23 عاماً، ودخل العنابي في أجواء تحضيرات الجولة الأخيرة والحاسمة أمام المنتخب التركماني، حيث يتمسك العنابي بالفرصة الأخيرة للتأهل إلى دور الثمانية في حال الفوز على المنتخب التركماني بأي نتيجة، وخسارة أو تعادل إيران أمام المنتخب الأوزبكي. وبخلاف ذلك سيعود العنابي البطولة من دور المجموعات. وحاول الجهاز الفني استعادة لياقة اللاعبين البدنية من خلال عملية الاستشفاء أمس بمقر إقامة البعثة بفندق حياة ريجنسي بالعاصمة طشقند، والاطمئنان على حال اللاعبين. وصاحب التدريب الاستشفائي عملا كبير على المستوى الذهني لتهيئة اللاعبين من جميع النواحي للمواجهة التي لا تقبل أنصاف الحلول. كما طالب الجهاز الفني والإداري من اللاعبين نسيان مباراة المنتخب الأوزبكي ووضع تركيزهم كله على مواجهة المنتخب التركماني بحثاً عن الفوز ولا بديل عنه من أجل التأهل في حال تعثر إيران بالتعادل أو الخسارة أمام المنتخب الأوزبكي في الجولة الأخيرة. ويسعى الجهاز الفني بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا إلى استغلالها بالصورة المثالية لإنجاز المهمة على أكمل وجه، خاصة إن ما قدمه العنابي حتى اللحظة في البطولة لا يشفع له ولا للاعبين الذين يمثلون مستقبل الكرة القطرية في المرحلة المقبلة. ونذهب الآن إلى صحيفة الإمارات اليوم لنشاهد أبرز ما عنونت. مطالب بالفوز للحفاظ على فرصته للمرور إلى الدور المقبل. الأولمبي يحدد مصيره الآسيوي اليوم أمام طاجكستان. وننتقل إلى صحيفة القبس الكويتية لنشاهد أبرز ما عنونت. الأزرق يترقب جهوزية الخالدي، والأولمبي يودع آسيا مبكرا. أزرق أصالات يواجه السعودية ورواد التنس إلى الأردن للمشاركة بالعربية. فضية وبرونزية لأبطال الكيك بوكسينج، ويد الكويت يضرب بقوة في افتتاح الخليجية. فرنسا وكرواتيا مواجهة للتعويض، وماني كنت أمزح. نادال بطلا لرولان جاروس. ونذهب الآن إلى صحيفة عمان العمانية لنشاهد أبرز ما عنونت. الرستاق المفاجأة التي لم تكتمل في دوري عمانتل. مسقط يلاقي الجزيرة الإماراتي في بطولة الأندية الخليجية لليد اليوم، ومنتخب الكاميرون يعسكر في ضيافة نادي صحار. مشاركة للحكام العمانيين في البطولات الآسيوية. وننتقل الآن إلى صحيفة الوطن السعودية لنشاهد أبرز ما عنونت. 10 ملايين ريال تزيد معاناة الأهلي الجريح، والهلال يعود وسط الغيابات. أبها يبدأ إعداده للاتحاد والرائد يستعد للأهلي.
أزمة حراسة النصر تنفرج، وأخضر الصالات يواجه خطر الأزرق. أما الآن نذهب إلى صحيفة الأهرام المصرية لنشاهد أبرز ما عنونت. غدا المنتخب الوطني يتوجه لملاوى استعدادا لمواجهة أثيوبيا. ومنتخب مصر يكرم صلاح. أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكريما للكابتن محمد صلاح قائدا منتخب مصر باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023. وقام الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بمصافحة النجم المصري العالمي وتسليمه درعا مكتوبا عليه نفتخر بك دائما. يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود النجم المصري العالمي لما قدمه مع منتخب مصر وناديه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم. وفي الصحافة العالمية لا حديث سوى عن استمرار هذه المنافسة العظيمة بين ميسي ورونالدو وتألقهما مع منتخبي بلادهما، حيث سجل الأرجنتيني 5 أهداف والبرتغالي هاتريك. لكن كل هذه الأشياء نتحدث بها بعد الفاصل. نبدأ جولتنا ورحلتنا في الصحافة العالمية بصحيفة الماركة الأسبانية التي عنونت ميسي يتألق، سجل مهاجم باريس سان جيرمان 5 أهداف في فوز الأرجنتين 5-2 على أستونيا. وميسي يعبر عن سعادته بمنشور له. أما الخبر التالي فهو عن سكالوني مدرب الأرجنتين. سكالوني ميسي ليس إرثا تاريخيا للأرجنتين فقط. أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين اليوم الأحد أن قائد البيسيليستي ليونيل ميسي ليس إرثا تاريخيا للأرجنتين فحسب، ولكن للكرة العالمية، وذلك بعد تسجيل 5 أهداف في شباك أستونيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب آل سادار في بامبلونا. وأشار سكالوني في تصريحات بعد المباراة: اليوم الذي لن نراه فيه يلعب مجددا سنفتقده بشدة، أتمنى استمراره في الملعب وأن يحميه العالم كله ويستمتع به لأن مشاهدته داخل الملعب متعة كبيرة. وننتقل الآن إلى موقع جول لنشاهد أبرز ما نشر. كريستيانو رونالدو سجل ثنائية أمام سويسرا وصنع هدفا في دوري الأمم الأوروبية. سجل ليونيل ميسي ميجا هاتريك أمام أستونيا وديا، فقط استمتع بعرض الثنائي. أما عن رونالدو فقد نشر: انتصار مهم جدا في رحلتنا، الكثير من الفخر والثقة في هذه المجموعة، الكثير من القوة لإعطاء البرتغاليين ما نشتهيه، انتصارات ومعارض مقنعة، وأشعر وكأن الموسم سينتهي، لكن حقا هذه مجرد البداية. وهذه صورة لوالدة رونالدو تبكي فرحا. أما عن صحيفة ذا صن البريطانية فقد نشرت التالي وعنونت:
من ضربة حرة بيل يضع ويلز في كأس العالم للمرة الأولى منذ 46 عاماً. أما موقع كورة فقد نشر التالي: لم يشارك في أي نسخة من اليورو، شارك في نسخة وحيدة من كأس العالم عام 1958. منتخب ويلز مع بيل شارك في يورو 2016 المركز الثالث، وشارك في يورو 2020 خروج من ثمن النهائي، تأهل إلى مونديال 2022 قائدا بمعنى الكلمة. أما الآن نشاهد منشورا للفيفا عن تأهل ويلز. بعد 64 سنة من الانتظار، ويلز عادت إلى كأس العالم. سينضمون إلى بعض الوجوه المألوفة في المجموعة باء. أما عن موقع كرة أونلاين فقد نشر: فينيسيوس جونيور، نيمار هو قدوتي. أما عن صحيفة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية فقد عنونت: غونوتو كان في أنتر ميلان ثم هرب. أما عن صحيفة ليكيب الفرنسية فقد عنونت: الفائز بلقبه الرابع عشر يضر رافائيل نادال ملك رولان جاروس. أما الآن نأخذ خبراً عن نادال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل لختام حلقة هذا اليوم، انتظرونا بيوم جديد وحلقة جديدة مليئة بالأخبار الرياضية. كنت معكم ورضية، إلى اللقاء.